السلام عليكم، معكم بهية الزويني، حفيدة سيد زوين. أنا من الناس اللي كيطالبوا بحل الوقف، يعني الحبوس، فهمتي؟ لأن إحنا تضررنا، لأن رجال أفون عمامنا فاش كانوا ديك الشيء كنا ما كنحشموا، ما كناش كنقدروا نطالبوا بسميتو، لان كان ديك الساعه المراه الا كانت غادي تهضر زعما حلا ما عندهاش الحق هي تهضر في هذا الشيء ديال الارث وفي هذا الشيء ديال سميتو. بالنسبه لهم كانت عندهم واحد الفكره ان الارث كيمشي غير للولد ولا ولد الولد، المراه ممنوع عليها تكون في دارهم معززه مكرمه حتى نهار تتزوج ولا نهار المهم تخدم ولا هذا، تتمشي في حالتها ما باقيش يكون عندها الحق. وفي حالة هاد السيده مثلا ما كملاتش قريتها ولا ما قراتش ولا ما تجوجاتش راجل لاباس عليه ولا ما تجوجاتش نهائيا او لا تجوجات راجل وما عندوش الفلوس، صافي تتكون خرجت من 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 هذاك الاطار ديال الارث، ما باقيش تيكون عندها الحق ترجع تاخذ الورث ديالها ولا تصرف فيه كي تيتصرفوا فيه الرجال. دونك هذا بالنسبه ليا انايا حشومه، بالنسبه ليا شي حاجه تما تمييز. ولكن انا ما كننكرش الخير ديال الجد ديالنا، انه واخا كان تيقول ورث الذكور راه عطات الحق للاناث، لان احنا منه زعما من النسب ديالو من النسل ديالو. قال الا من تأيمت ولا تيتمت، زعما المراه اللي ما بقاش عند اللي ما تجوجاتش ولا طلقات ولا حاجه هي اللي ترجع تاكل في زعما يتصرف عليها. ولكن داك الشيء ما بقاش دابا، هذا الشيء كان ايام جدنا الله يجازيه بخير. جدنا مات ما عرفش واش غادي يخرجوا ولاد العمام وغادي يخرجوا عمام وغادي يخرجوا خوت وغادي يخرجوا اللي ما غاديش ينصفونا في حقنا واللي ما غاديش يتهلاو فينا. دابا واش كاين باقي دابا شي مراه بولادها ولا غير ولادها غادي يعرفها خوها ولا غادي يعرفها عمها ولا غادي يعرفها شي حد من عائلتها؟ ما يمكنش. دونك لهذا حنايا كنطالبوا بحل هذا الوقف، لان الدنيا تبدلات وتطورات والمطالب كثرات وحتى حد ما بقى مسؤول على شي حد. دونك من الافضل يكون حل هذه المهزله هذه، هما ياخذوا حقهم وحنا ناخذوا حقنا. وهذا الشيء اللي كنا افون تنقولوا حيت كانوا عندنا دوك العمام اللي كانوا كبار وداك الشيء كنا تنحترموهم، مش غنقول كنا تنحل هما اللي غنحملوا المسؤوليه، لان الافكار ديالهم كانوا هكاك الجهل. ما تنضنش دابا الخوت اللي كاينين وولاد العمام اللي كاينين كلشي تبارك الله وعاه كلشي قرا كلشي عنده بنته كلشي عنده مراته، لا ما غاديش يبيو جرا كما ما غاديش يبغي البنته الضرر كما غاديش يبغيها لخته ولا بنت عمو. تنظن ما باقيش غادي نلقاو داك المشكل اللي كان افون فاش كانوا عمامنا الكبار وجدودنا وداك الشيء. تنظن هاد لا جينيراسيون اللي ولات لا نوفيل جينيراسيون غادي ان شاء الله يكون خير. غير خاصنا نتحركوا، خاصنا نتبعوا اساليب، لان ماشي فيها غير خوتنا، فيها حتى وزاره الاوقاف، فيها حتى بزاف د الحاجات فهمتي اللي هم اللي مستفدين من هاد الوقف هذا. دونك هما الاغلبيه ديال العمام ديالنا اللي كانوا شادين هذا الشيء واللي كانوا معارضين راه ماتوا توفوا الله يرحمهم. دابا بقاو ولادهم بحال قلتي خوتنا ولاد عمامنا بحالنا حنايا لا جينيراسيون ديالنا. وما تنظنش زعما هاد لا جينيراسيون ديال دابا انهم غادي يرفضوا كي كانوا رافضين هذا، مع ان الوالد ديالي الله يشافيه ويطول في عمره ما كانش ضد هذا. دابا حاليا انا فاش هضرت معاه في هذا الشيء ما عنده حتى مشكل في حل هذا الوقف، وزعما تيأيد، قال لك زعما انا ما عندي حتى مشكل، عمرني انا ما غادي نكون من المعارض ديال الاناث. هو بطبيعه الحال ايوا بطبيعه الحال كيفاش نتايا كيف يعقل ان جدك خلى لك الملايين ديال لي زيكتار وكاينين غير ناس برانيين مستفدين منهم ووزارة الأوقاف مستفدة منهم وناس هم طرامين عليهم ومستفدين منهم وانت اللي محتاج. مثلا أنا نقدر ما نكونش محتاجة لأني جوج راجلي لاباس عليه ولا خدامة في خدمتي ولا الوالدة ديالي عندها معاوناني ولا الوالد ديالي حتى هو زعما حلو ميسور، ما كاين ماشي العائلة كلها بحالي مثلا، ماشي العائلة كلها بحالي. ولو تكون العائلة بحالي واش هذاك الورث اللي حل الله كاين؟ واش جدي خلى لينا الورث؟ واش عندي الحق اني في اراضي ديالي نقدر نستافد منهم ونزيد بهم لقدام؟ دونك ما يمكنش راه اي واحد تيبغي حقه، ما كاينش هذا. بطبيعة الحال ظلم ايه تنقول جهل. نعم.
شنو هو الحل في نظري؟ الحل هي تحل هذا الوقف، هذا الحبوس، ونكون وتعطى لكل ذي حق حقه. علاش ما اتفقوا عود نصعود ومساواه كاع؟ على باش من حق حنا خاص نتحرموا الله، وقال لك في القران، وقال لك للذكر مثل حظ الانثيين. اش من ديانه هذه ولا اش من قانون هذا على وجه الارض اللي غادي يحرمنا حنا من نشدوا والو، وما يتصرفوا ويشدوا هما ولادهم؟ ما كايناش هذه، راه غير لوجيكمون راه ما كايناش هذه القضيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.